كما الاختيار. ستوب. السلام عليكم وتحياتي لكم جميعا. بنستعرض مع بعض النهاردة برنامج مجاني على الآيفون، فكرته بمنتهى البساطة ان احنا نقدر ننسخ فقرات متعددة بيصل عددها مجانا الى 5 فقرات، وفقرات لا تعني سطر، بمعنى ان اقدر انسخ 5 صفحات مختلفة واحطهم في منشور واحد. البرنامج اسمه اوديو شير. صفحتي 1 من 7، صفحتي 6 من 7، تفاسير القرآن CTRL. هو ده اسم البرنامج. نقول حروفه مع بعض. CTRL زائد C. طيب هندخل للبرنامج. CTRL زائد C. طيب مبدئيا واحنا جوه البرنامج كده مش هيقرأ لنا حاجة، بمعنى أنا ناسف حاجات كلها هتبقى زر كده. طيب أنا عشان أقرأ copy all share sort دي لما بضغط عليها done جاب لي done. طب هنشوف بقى clear delete. واحد جعل للفجر جمعتكم نورا وضرها سرورا وعصرها استبشارا ومغربها غفرانا وختام الليلها بهجة وبيانا صباح النور وسرور والرضا من ربي فور صلوا على رسول الله. واحد جعل للفجر جمعتكم reorder. واحد جعل للفجر delete. اثنان عليهم في هذه الليلة المباركة ترفع البلاء عنا وتغفر لنا وترحمنا. اثنان عليهم في هذه الليلة reorder. اثنان عليهم في هذه الليلة delete. ثلاثة حقا صدق شيخ الشعراوي في دفاعه عن مصر، مصر الكنانة، مصر التي reorder delete. أربعة وجهة النظر عجبتني، علامة الأبهام للأعلى بدرجة بشرة reorder delete. خمسة يا ليلة الجمعة بالخير أمطري وبالعطاء والرحمة والمحبة التهلي وبنور خير البشر، وهكذا. دول 5 فقرات مختلفة. طبعا البرنامج مجاني بيدينا ال5 فقرات، نقدر نشتري أكتر من كده، وأنا عشان عندي جيل بريك خليتهم 10 فقرات. طيب عشان أمسح هنا بروح فوق clear بضغط على clear clear share to delete all contents. بيقول لي أنت متأكد أن أنت هتمسح دول، فبقول له cancel يا إما cancel okay. يا إما okay. طيب. عشان استفاد من البرنامج أكتر أنا بضيفه للإشعارات، بمعنى أن أنا بلمس الساعة 5:43 دقيقة بعد مركز الإشعارات. الإشعارات CTRL زائد C عنوان الجمعة 28 التقويم 26 من الجمعة 28 الإشعارات تم الاختيار اليوم. لما بيقول لي تم الاختيار اليوم بنزل تحت خالص CTRL توجد أداة واحدة جديدة تحرير بلاقي تحرير، بضغط على تحرير هيظهر لنا اسم البرنامج اللي احنا استهجناه من شوية، نقدر نضيفه من هنا عشان نستفاد منه أفضل. طيب إزاي نجرب بقى أن احنا ننسخ حاجات متعددة ونحطها في منشور؟ نروح مثلا على الفيس الشاشة الرئيسية ساعة واتساب اثنان فيسبوك اثنان عناصر جديدة. نروح على الفيسبوك دروب بوكس Facebook notification notification search. Dio Elden Nasser and Damon Media commented on this. More. Thaddeus Adai. 43. Minz. Sidon. Lebanon. France. شجرة سنوبر. توفي الموسيقار ملحم بركاتي بعد ظهر اليوم في مصر. مثلا كتجربة هناخد المنشور دوت. شجرة سنوبر. توفي تم نسخ شجرة سنوبر. توفي الموسيقار ملحم بركاتي بعد ظهر اليوم في مصر. تم طبعا بننسخه بالطريقة المعتادة، الضغط ب3 صوابع 4 مرات. طيب أنا نسخت أول واحد. لازم عشان يروح في البرنامج اللي انا ضايفه في الاشعارات بلمس الاول افتح الاشعارات 5:44 دقيقه بالطريقه العاديه المس الساعه و3 صوابع لتحت تم الاختيار اليوم 1 من 2. استنى لما يقول لي تم الاختيار اليوم كده، دي اول حاجه اتنسخت. اخرج بالهوم فيسبوك باك اخرج من المنشور دوت اجيب منشور غيره سجستد جروبس سيناء العدوي 2 اتش ار اس فريندز مؤلم ان يأتيك ما تتمنى وقد تاخر الوقت وتغيرت سيناء مثلا باك. مؤلم أن يأتيك ما تتمنى وقد تأخر الوقت وتغيرت تم النسخ مؤلم أن يأتيك ما تتمنى 5:45 مركز الإشعارات نفس الطريقة نسخته ب3 صوابع 4 مرات وفتحت اليوم الإشعارات واستنيت لما قال لي تم الاختيار اليوم واخرج بالهوم كده نسخت منشوري فيسبوك باك اخرج من المنشور دوت حقل البحث سيناء العدوي نوبة إبراهيم محمد 7 اتش ار اس فريندز كل صباح وفيض القبول يعانق تسبيحكم نوبة إبراهيم باك كل صباح وفيض القبول يعانق تسبيحكم تم النسخ كل صباح وفيض القبول 5:45 مركز الإشعارات نفس الطريقة تم الاختيار اليوم 1 من 2 كده برضك نسخنا تالت واحد فيسبوك باك باك سيرش حقل البحث نوبة إبراهيم محمد ست البيت العيلي ولكل العيلة 10 سامك تاب 4 مسافة اتش ار اس ايفريوان رفقا بالقلوب وردة ليس كل هذه خير سامك باك رفقا بالقلوب وردة ليس كل هذه خير تم النسخ رفقا بالقلوب 5:46 مركز الإشعارات تم الاختيار اليوم 1 من 2 نفس القصة
نرجع على منشور خامس فيسبوك باك باك سيرش حبل اربع حاجات ايفون ارب يسترداي اد 21 22 ايفريوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايفون ارب باك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سماعه الهاتف تم النسخ السلام عليكم ورحمه الله 45 مركز الاشعارات تم الاختيار اليوم 1 من 2. طيب كده احنا نسخنا خمس منشورات مختلفه، ازاي نحطهم في منشور واحد؟ هنخرج بالهوم فيسبوك باك نخرج من الفيس اصلا حقل البحث فيسبوك اثنان عناصر جديده 45 دقيقة نفتح بعد مركز الاشعارات تم الاختيار اليوم 1 من 2 تم الاختيار اليوم هسحب لغايه ما الاقي اسم البرنامج سوسيام ويدجت تويت اليبس بوست اليبس سي تي ار ال زائد سي عنوان جاب لنا اسم البرنامج كعنوان. طيب بعدي على طول شير شير بعدي كلير كلير لو انا عايز احذف اللي انا نسخته وبعديها كوبي اول كوبي اول هضغط على كوبي اول كوبي اول وبعدين هخرج بالهوم واروح اي مكان زي الواتس مثلا اوديو شير واتساب اربع عناصر جديده هروح فايل بروتكت على اي محادثه حابب ان انا انسخ احط فيها المنشورات دي على بعض انشاء رساله الكفيف التقني العراقي 7 اونلاين كونتاكت الكفيف الاصدقاء رسالتان فريندز رسالتك جعل له فجأة الدردشات الاثناء انشاء رساله حقل النصب انشاء رساله حقل النصب جاري التحرير نمط الحرف ادخال اللغه تحرير طيب لصق شجره سنوبر شجره سنوبر ارسال زر هدوس ارسال ونقرا مع بعض ايه اللي بعد مع تسجيل الرسائل الصوتيه زر رسالتك شجره سنوبر شجره سنوبر شجره سنوبر توفي الموسيقى ملحم بركاتي بعد ظهر اليوم في مستشفى اوديل ديو بعد صراع مع المرض وكان بركاتي قد ادخل للمستشفى منذ اسابيع وتضاربت في حينها المعلومات في شأن حاله الصحيه يذكر أن بركاتي ولد في قرية كفراشية في 15 من آب 1945 ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب تأثر بفن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وعرف بالفنان المثير والثائر ظهرت موهبته من كان في المدرسة وفي أحد الاحتفالات المدرسية قام بالتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بإبناءها وتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة وقام باختبار رواد الفن اللبناني الكبار وقالوا عنه أنه موهبة لا مثيل لهذا ما يمتلك من طبقات صوت عالية ذات مواصفات جيدة وتحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية وكانت من هناك انطلاقته الكبيرة واشترك في الغناء في فرقة الرحابنة في عدد من مسرحياتهم الغنائية وقام ببطولة مسرحية الربيع السابع وبدأ مسيرته التلحينية لعدد كبير من المطربين نذكر منهم وديع الصافي صباح سميرة التوفيق ماجد الرومي وكانت أولى ألحانة بلغي كل مواعيدي ثم ألحان مسرحية حلوة كثير للمطربة صباح ومن بينها المجوز لهن يزيد وصادفني تحيل العين وليش الهلق السهرانين أول عمل مسرحي قام ببطولة كان مسرحية الأميرة الزمرد ومن ثم الربيع السابع مع الأخوين الرحباني وبعد ذلك مسرحية ومشية بالطريقي وخاض غمار السينما وقام ببطولة فيلم حبي لا يموت مع نجمة هلعون كما أحيا الحفلات فوق المسارح العربية والعالمية في فرنسا وأمريكا وأستراليا وكندا وقرطاج تونس وجرش الأردني وغيرها من البلدان كما لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبة بعنوان يا حلوة شعرك داري وأغنية شهيرة للفنان راحل سوري شمسيني وغيرهم وقطع الأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه الحي الأداء والأداء الذي يجمع بين طرب الأصيل والغناء أنسخ حاجات طويلة النجاحات التي عرفها أخيرا أغنية قدمها لماجد الرومي بعنوان اعتزلت الغرام وأخرى لقاء وعن حياته الخاصة تزوج ملحم بركات أولا من السيدة رندا عزار وهي أم أولاد مجدي ووعد وغنوة ومن ثم منمي حريري التي أنجبت له ملحم جنيوري والتي عاد وطلقها علامة الحذف N.S. مؤلم أن يأتيك ما تتمنى وقد تأخر الوقت وتغيرت الأمنيات كل صباح وفيض القبول يعانق تسبيحكم كل صباح وسعادة تسمو بلحظاتكم كل صباح والخير يرقى في صحيفة أعمالكم صباح الخير رفقا بالقلوب وإذا ليس كل هذه خال البال ففي الغدوء أحيانا اختناق ولم لا ينتهي وحناجر قصتي بما كتمت وعيون تحجر فيها دمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماعة الهاتف اتصلت امرأتي على شيخي في قناة المجد تقوله يا شيخي علمني كيف أشكر ربي أود أن أشكره شكرا كثيرا لكني عجزت فكيف علامة السؤال تقول سببا أن كان عندي هموم ومشاكل وأمراض مألي بها عليمي وقد ضاقت على الدنيا بما رحبت وكنت ألزم أهدى دعائي أقوله في الليل والنهار في كل وقت وفي السجده قلب مع نجوم اليوم اجعلها مي الآخرة قلب مع نجوم تقول ولها يا شيخ فتحت على أبواب خير من كل مكان فرجت على من حيث لا أحتسب الخير يأتيني من كل مكان وأنا الآن أريد أن أشكر ربي وزيد في شكره ولست أعرف كيف أشكره على نعمه علامة السؤال وعلامة السؤال سبحان الله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من بات وهمه الأخرة أتته الدنيا راغمة فقاعد التفكير سحابة 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 فقاعد التفكير يقول شيخ فولي من يوم أن سمعت دعائي منهجزها لي خيرا وأنا لم أتركه والحمد لله وولي العظيم الذي لا إله هو يا أخواني لقد تنثر علي الخير والبركة وسعتي وفرج لي وعني هموم كانت ضائقتي على والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه مس زرقاء صغيرة اللهم اجعلها مي الأخرى يجمع أصبع سبابة مشيرا للأعلى مس زرقاء صغيرة اللهم اجعلها مي الأخرى يجمع أصبع سبابة مشيرا للأعلى مس زرقاء صغيرة اللهم اجعلها مي الأخرى يجمع أصبع سبابة مشيرا للأعلى قل بأنا هدية للأحباب قل بأن أرسلها لقائمتك ليشهدوا لك بذلك غدا ولا تحرم نفسك أجر صدقة الجارية بأذن الله أوراق الشجرة ترفرف مع الريح زهرة الكرزن أوراق الشجرة ترفرف مع الريح 17 47 تم الأرسال وهكذا زي ما شفنا الخمس منشورات جم ورا بعض أو مش ورا بعض جم في رسالة واحدة دي فكرة البرنامج بمنتهى البساطة ميزة البرنامج إن هو أصلا مجاني بيدينا لغاية CTRL فيسبوك نشط واتساب نشط الشاشة الرئيسية الشاشة واتساب أوديو شير نشط خمس فقرات طبعا زي ما تعمدت ان انا احط خمس فقرات طويلة لان الكل بيفهمها انها خمس سطور لا الفقرة حتى لو صفحة كاملة هي بيعتبرها فقرة فانا شايف ان البرنامج ممتاز بالذات ان هو مجاني تحياتي ليكو كان معاكو اخوكو اسامة فتحي